شو؟ عامر عندكم؟ طفي نحكي معه؟ نحكيك بعدين، سلام. كريم انت وين؟ لك هلا وقت جنينه؟ قوام تعال لعندي على السريع. لك اجاني رقم غريب وقال لي عامر عنا وفصل. ايه بسرعه بسرعه، تعال بسرعه. طيب طيب ما بتاخر. شوفي واحد متصل بشهادي قايل له انه عامر عنده. هلا بصيروا بدهم يفاوضوا عليه. يبدو هيك. بدنا نسوي بالمنزل هون؟ والله ما بعرف، والله شي بيلبي. قديش صلكن هون يا اختي؟ هاي الجمعة الثانية. طيب ما شفتي حدا من الإغاثة من الهلال الأحمر؟ لا بالله، ما شفت حدا. طلعنا من تحت القصف وجينا لهنا. وجوزي جاي القصيفة فوقه، وانقسم قسمين، وهربت أنا والعيال لهنا. والحارس ربي يوفقه قال لي فوت استري حالك انت وعيالك. هدول اذا ضلوا هيك رح يموتوا من البرد. ها هذا الولد حرارته مثل النار. امي معي، امي امي. لوين لوين؟ ناخذهم على شي دكتور، على شي مشفى، ما بيصير يبقوا هون، بيموتوا من البرد. معناها انا كمان رح شوف امام الجامع القريب وخليهم يباتوا هنيك الليله. خلص ولا يهمك، يلا امي امي امي. بس انا ما معي مصاري. لك يا اختي لا تاكلي هم المصاري. امي معي امي. ربي لا تخلي كلهم ايه بيروحوا هالكم على بعض. ربي يوفقك، ربي يوفقك ويخليكي ويخلي لك عيالك يا رب. هاخذهم يلا. لا هلا هلا بعامر. والله هلا هلا. شو بدكم مني؟ ودنا منك كثير يا عامر. ما مفهم عليك. انت جاهز؟ جاهز لشو؟ تسمع وتنفذ. شو بدي نفذ؟ اها شوف يا عامر، قدامك ثلاث خيارات. الأول تموت وتندفن هان، والثاني تتطوع لشغل معنا وتعيش معزز مكرم، والثالث ترجع لشغلك لكن بشرط تنطينا كل المعلومات عن اللي يشتغلون معك، وتسلمنا كل الأشرطة اللي بلقناه، وتنفذ أوامرنا بحذافيرها وانت ورا مكتبك. ها؟ ما بعرف ماما، سألوا هيا كلام رح تنام عندي؟ ايه بدي نام، لأنه بابا دائما بتركني بروح بيكتب. خلاص حبيبي، معناها انت كل ما داخلك او لقيت انه بابا مشغول بتجي بتنام عنا. ماما فينا ناخد اكيد معنا على الإمارة؟ ما بعرف حبيبي، بلكي بنحكي مع ابوي يعمل له زيارة. انا ما بترك بابا لحاله، هو هيك قال لي لما راحت ماما على الجنة، انه انا وياه لازم ما نترك بعض ابدا. يا حبيب قلبي الله يخليكم لبعض. ماما اذا انت رحتي على الجنه بابا بيتركني لحالي؟ لا حبيبي بابا ما بيتركك، بعدين ليكني انا معك. بس يا ماما انا خايف بابا يموت بالقذيفه،
مثل ما مات ولاد هدول كل قاعدين بالجنينة ونصير مثل نقعد بالجنينة يا ماما. ماما بطل تحكي شغلات مو حلوة، خلينا على طول نفكر بالأشياء الحلوة. طيب ماما بكرة احنا عندنا مدرسة لازم ننامها. هي تصبحي على خير ماما. تصبح على خير يا عمري. تصبح على خير ماما. انت من أهل حبيبي، يلا نعم على ماما. فهمنا بقى، فهمنا. انت وين والناس وين؟ شوفي صار شي مقرف مقرف. قوم انزل على الشارع شوف الناس كيف عم تندبح. ايه انا مالي مضطر اعمل مثل حضرتك ومثل حضرة المصروع يلي رايحة معه دائما. لك هذا المصروع اللي عم تحكي عنه قدر يأمن غرفة لثلاث اولاد وامهم بجامع. طلع انسان عنده انسانية، مو قاعد كل الوقت عم يتفرج على افلام العهر اللي انت بتتفرج عليها. ذات الشوط الرابع توصلنا عن اللقاء القادم. عظيم عظيم كتير، محاضرة أدبية من الطراز الرفيع. ومنكم نستفيد يا مدام. اسمعي لك، بدل ما تنطرينا هيك محاضرات أدبية روحي اسألي حالك ليش الرجال بتسهر لحالة لتشوف هيك تفاهات وبعدين تعي ناقشيني. أنا ما فيني أعمل اللي أنت بتشوفه بالأفلام، أنا عندي ولد بخاف يشوف أمه بهيك منظر. لكن روحي مارسي أمومتك واتركيني مارس حريتي. ما أنت بدك تتركي البلد لأنه ما فيها حرية. أنت تفهم معك صعب، صعب كتير. وإنك تعملي مثل ما بدي أنا كمان صعب يا مدام. الرقم اللي عم يحكوا معكم منه مشبوه، يعني الزلمة الحقيقي غايب والسين معهم. طيب كيف بتقترح انه نتعامل معهم؟ بدكم تتعاملوا معهم برواق وتفاهم بهالبساطة؟ سيادة المقدم نحن طالبين مساعدتك، لا تتركنا لحالنا معاهم. مين قالكم رح نترككم؟ يعني نحن ما رح نترككم، بس نحن ما فينا نتدخل بشكل مباشر حفاظا على حياة رفيقكم. اصلا انتم ما بتعرفوا بهي السنتين قديش رحنا ناس. الله يرحمهم. المشكلة إنه هدول العصابات انتشروا بالبلد مثل السرطان. لقوا المشكلة الأكبر إنه عندهم ارتباطات داخلية وخارجية. نحن همنا هلأ نرجع هيبة الدولة وسيادة القانون، ولازم نقص العصابات من جذورها. أنا خايف يفرضونا ونساير هون ويطلعوا آخر شيء قاتلينه. والله هذا بتوقف على ذكائك أستاذ شادي وعلى حظ رفيقك كمان، أنت بالذات لازم تفاوضهم. أنا عصبي وما خرج أبداً، لهيك رح سلم موبايلي لكريم وهو يتصرف معهم. خايف لا سمح الله أغلط لي شي غلطة ويروح فيها عامر. لا
مو ظابطة. لازم أنت بالذات تفاوضهم لأنهم هن حافظين صوتك إلك. طيب نحن لبين ما يتصلوا مرة تانية شو نعمل؟ تخلوا هدول الموبايلين معكم، وبدي منكم أول ما يدقوا لواحد منكم بتعلمولي على رقم محفوظ بسجل المكالمات، بس انتبهوا ها، لازم يضلوا مشحونين ومعكم دائما. طيب ماشي. حاولوا لا تأخروا على البيت ولا تروحوا على أماكن مشبوهة. أنا حطيت خطوطكم تحت المراقبة وطبعا الرقم الخاص معكم. شكرا كثير لك، عزبناك معنا. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا. مع السلامة. اشتقت لك. وانا كمان. صباح الخير. يا صباح النور. كيفك مجد؟ منيحة ماما. طمني عنك ناندا. الحمد لله ماشي الحال. صباح الخير. صباح النور. بكره المدرسة العطلة. خير ان شاء الله. في عطلة رسمية مشان العاصفة الثلجية. يلا باي 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 باي. عزرك اغيت شيء؟ لا بالعكس، كثير الاثنين منسجمين مع بعض. شو رايك تخليهم عندي اليوم مشان تحضرون للمذاكره؟ الحقيقه انا كثير محروج منك وخايف جوزك يتضايق. لا بالعكس، بعدين صافي ما بيجي إلا بوقت متأخر، يعني بكون الأولاد ناموا. رفيقك شو صار فيه؟ اتصلوا الخاطفينه وناطرين اتصلوا مرة تانية، خايفين يطلبوا مبلغ كبير. تسعيرة يعني؟ تخيلي. يا لطيف يا لطيف، وين صرنا؟ يلا بخاطرك. الله معك. عراسي أبو أيهاب، أنا هي فوتي على المكتب. إيه أكيد أكيد، اليوم نلتقي على الغداء. ماشي حبيبي، الله معك الله معك. ايه ابو صبحي، بدي ابعتك لعند مدير مؤسسة النسيج. حاضر استاذ. بتقول له هي اوراق صبية بده يعمل لها عقد لمدة 3 اشهر. شو 3 اشهر؟ يلا الله معك. شكرا استاذ. البريد استاذ. هاتي هاتي. روح يلا وبعدين بنادي لك. حاضر استاذ. كريم كريم كريم، رقم خاص. ريت ريت تعطيني اياه، ما بدي يسمع صوتي بخاف. الو، انت شادي؟ ايه نعم. واثق من حالك؟ خير، شو بتريدي؟ من هون لبكره بتأمنوا مبلغ 5 ملايين ليرة بشنطة رياضية. شو؟ 5 ملايين؟ كل مليون بيعادل شقفة من جسمه. شوف شو بدك نشله، عين، كلية، رجل. طب فيني احكي معه؟ سكرت. بدهم 5 ملايين لك. ايه، ومثل ما سمعت بشنطة رياضية، وكل مليون بيسوى قطعة من جسم عامر. لك هدول مجرمين، مجرمين بيعملوها وبيأهزوه. اتصلت بالموبايل؟ ايه اتصلت. حاكي المقدم ايمن، وبعدين ماني عارفان بصراحة كيف بدي حاكي اهله وخبرهم. كمان لازم نخبر استاذ حسام، يعني هو بالنهاية مدير القناة وبلكي بيساعدنا بالمبلغ. معقول؟ بس بالأول خلوني حاكي المقدم أيمن وعلى الأرضي. أهلا
الو أمجد زوجة الأستاذ صافي. حضرتك إلك فترة عم تتصلي على موبايل زوجي وعلى الأرضي كمان، ومرة سمعته كمان عم يبهدلك. فيني أعرف شو في بيناتكم؟ بصراحة مدام زوجي حطي ورطة كثير كبيرة. ورطة؟ ورطة شو؟ ممكن أشوفك وأحكي لك كل شيء؟ من إيمتى العلاقة معه؟ من 7 شهور. وين كنتوا تلتقوا؟ كان يحجز لي غرفة بأوتيل أحيانا، و مرات عندكم بالبيت. بالبيت؟ انت كيف تقبلي على حالك تفوتي على بيتي؟ هو كان يلح علي وانجبر وافق لأني خاف منه. انت وحدك كذابة. ورحمة أمي وأبي ما عم بكذب. وصفي لي بيتي. طيب البيت كتير مرتب وكتير حلو وفيه غرفتين نوم والمطبخ جنب الصالون. بغرفة نومك في تسريحة عليها 3 فازات نفس النوع بقياسات مختلفة، وفوق تختك في صورة إلك ولصافي وانتو عرسان، وجنب التخت في لمبادرة حمراء. وعدني إنك ما تخوني، لا تعملني إلش حرام. اللي عنده القمر ما بيطلع بالنجوم. شو في يا جماعه؟ اعطيني الحساب لو سمحت. دفعت الانسه اللي كانت معي. فرناندا أهلين كريم. كأنه الأولاد معزبينة؟ لا بالعكس ما عملوا شيء. خير شو صاير معي؟ ناندا إذا في شي احكي لي، أنا جنبك. أنا ما في حدا بالعالم جنبي. لا معناتها الوضع خطير كتير.
مجد أغيار تعال. ايه يا ستي هاتي لشوف احكي لي شو اللي مزعله؟ تعبانه كريم، تعبانه من وجوع كثير. ناندا اهدي روقي شوي. ناندا انا جنبك، شو بدك بساعدك؟ بوس ايدك، بوس ايدك، ما بدي ارجع البيت. اذا شفت صافي بدي اقتله. خلص اهدي ما حترجعي على البيت. انا مو حابه قعدتنا هون، مشي روح لعندي على البيت، منه بترتاحي منه امان مشان الاولاد اكثر. لا لا وصل لي مجد على البيت وانا بدبر حالي. شو هالحكي هذا؟ خلص قوم قوم. يلا يا شباب تعالوا. يلا قوم. لا حبيبي بس عم يجعها شوي هلا بطي تفضل. حبيبي ماما لا تخاف تقبرني لا تخاف شوي مروح على بيتنا. لا اليوم كنت ضدوا عنا على طول بتعزموا الأبيض. بابا انا جوعان كثير. لك خس الجوع هلا بجيب الغدا. مين؟ صافي. طيب ردي عليه. ما بدي رد عليه. ماشي بعتي له رسالة على الأقل طمني يكون مشغول باله على ابنه أو قل لك اعطيني أنا بحاكي. خلص خلص أنا شوي بعت له رسالة تركه هلا. طيب أنا حروح أجيب غدا ديروا بالكم عليها. إيه غدا انا ومجد بزياره. ليش امتى كنتي بالبيت؟ الو اسمعي يا بنت، أنا اليوم أمنت لك عقد لمدة 3 شهور بمؤسسة النسيج وقلت لهم يتوصوا فيكي، بمعنى آخر إنه ما تداومي كل يوم، بقى خليها تبين معك. إيه وأنا كمان اليوم توفقت بشغلة كتير منيحة. كتير عظيم، معناها من اليوم ورايح ما عاد تتصلي فيي لهون على البيت وتزعجينا، مثل ما اتفقنا طبعا. ما اتفقنا على شيء. مثل ما بدك، معناها أنا لا دور على طريقة تمنع اتصالاتك لهون على البيت. تأخرت كتير يا زكي. أنت شلون بتحكي معي بهالطريقة يا بنت؟ كنت قبل ما أعرفك. إيه بلا هالحركات. عن جد أنت وحدي تافهة. لهون لبقى تتصلي. على كل حال أنا اتصلت لأطمن على مرتك ناندا. أم مجد. لا عن جد فيك الخير. قال تطمن على مرتي قال. ايه لانه علي اليوم تعبت كتير بعد ما التقيت فيها طبعا. شو؟ شو شو قلتي؟ ايه الحق مع المسكينة انصدمت بعد ما عرفت كل شي مني. شو؟ انتي عن
عنجد شفتيها؟ ايه لكان، وقعدنا وحكينا. على فكرة مرتك ست كتير ظريفة. ايه والله والله، لو كان هذا الحديث صحيح لمسح فيك الأراضي، عم تفهمي علي؟ مالي سائلة، عمال اللي بيطلع بإيدك. والله لو كان هذا الحديث صحيح لأروح لعند عمك وأفضحك وقل له إنه أنت عم ترمي بلاكي علي. بتعمل زينة العقل. عمي عصبي كتير، ولما فرجيه تقرير الدكتورة رح يقتلنا سوا، وساعتها بتخلص قصتنا يا صافي، علي وعلى أعدائي. فكر منيح وحسبها. بس ليك ابقى رد على موبايلك من يوم ورايح لما اتصل فيك. يلا باي. يلا ماما يلا خلص بكفي العين. ماما بس شوي شوي. طب يلا شوي تنشف وتعالي. ناندا حبيبتي، بتمنى بس تفتح الموبايل تفتحي لي. قدرت اتخيل التفاصيل اللي حكت لي اياها. كل اللي فهمته اني طلعت مره هبله. الشيء الوحيد اللي فكرت فيه اني جنيت على مجد. انتي متعلمه وعم تشتغلي وتطلعي وبتفوتي وإلك استقلاليتك، ما بتقبلي تكوني مسكينه او ضعيفه. لا تتخيل في مرة بالعالم كله تعرف انه جوزة عم يخونها وما بتحس حالها ضعيفة. بعرف انه الخيانة هي اكبر اهانة للمرأة، بس هي البنت حطي حالك محلها، في براسها مليون مصيبة. هي غلطت، الاثنين غلطوا مع بعض. ليش لحتى اتحمل انا ذنب هي الخيانة؟ ليش لحتى سد حالي واسكت؟ ليش؟ انتي رح تسكتي لانك برات المشكله. انا برات المشكله؟ ايه، انتي بس انضحك عليك. كعلقت جوزك مع هاي البنت كبيره كتير. لا تنسي انه لها عموم واخوال وبتخاف منهم. اكيد رح يستعجل بالسفر حتى ياخذنا ويهرب. معناها تخيلي حاله هاي البنت اذا سافرت وهي بقيت هون وعلى وضعها. هي مشكلتها هي، خليها هي تدفع الثمن. هي اللي بتعاشر واحد متزوج وعنده ولد. لا تشاركي بذبح هالبنت. دخيلك، يعني لو صافي تزوج علي بالسر مين رح ينذبح؟ لك مو انا. كان الوضع اختلف. لو كانت صدته ما كان استرجع يعمل هيك. حاج تحطي له تبريرات. انت هيك عم تساعدي خونك مره واثنين والف. انا رجال وبعرف كيف بيفكروا الرجال.
يعني أنا شو بيطلع بإيدي هلا؟ شو بيطلع بإيدي غير أطلب الطلاق وأخرب بيتي وخلص؟ اللي أهم من الطلاق واللي أهم من بيتك إنه ما تخلي الغيرة تعمي على قلبك. وقفي جنبها للبنت وساعديها. لك أنا كيف بدي رد له اللي عملوه فيني؟ كيف؟ لمين بدك تردي؟ شو هالجنان هاد؟ هذا بيضل أبو ابنك. اسمعي مني، وقفي جنبها للبنت وساعديها. كريم، هاي البنت حامل، حامل من صافي زوجي، يعني إذا جابت ولد رح يكون أخو لمجد. أنت بدك تستمري معه؟ مستحيل، بكون وحدة مجنونة. عظيم، معناتها ما رح تكملوا سوا، وهيك ولا هيك بده يتجوز عليكي وبده يجيب أولاد من وحدة تانية غيرك. صح، معناها بتواجهيه بكل قوة بكل ثقة، وبتعتبريه من هي اللحظة برات حياتك وبتعيشي لحالك. اليوم بتناموا هون بالبيت، أنا عندي شغل كتير بالمونتاج. إيه بصح، تركت لك بيجامة جوا على التخت من التياب نسرين. أنا آسفة كتير، عذبتك معي. تعتبريني أخ وصديق، تعتبري هذا البيت بيتك. نسرين أول ما انصابت للسرطان طلبت مني اتجوز، وكان بدها تروح تخطب لي. وقت عرفت قديش بتحبني، كان بدها سعادتي ولو على حسابها ما واحدة تانية. يبدو ما بنعرف قيمة الناس اللي بيحبونا حتى نفقدهم. تصبح على خير. لا تخافي علي، ما بضيع. تفضلي. هدول اخواتك؟ ايه، الكبير حسن وبعده شادية ومحمد. شو ما بيروحوا على المدرسة؟ بلا، كانوا يروحوا بس قبل ما ننزح. هلا ما قدرت اسجلهم، بتعرفي يعني تكاليف كتير كبيرة. بقديش أخذي هالغرفة؟ 7000 ليرة بالشهر. بايعة، أنت قديش عمرك؟ 17. يعني لساتك حدث؟ إيه، خير في شي؟ بعدين فهمك. مسكي هدول. شو هدول؟ هدول دبري حالك فيهم لآخر الشهر بين ما لاقي لك وظيفة. ليش هيك عم طلعي فيني؟ بصراحة خايفة تكوني جاية لتعطيني. تبعن سكوتك؟ لا لا تخافي، لو كنت عم فكر هيك كنت جبت صافي معي، يعني على الأقل كنتوا تفاوضتوا قدامي. مسكي حبيبتي، مسكي. صحيح انتي كم شهر صرتي؟ آخر الثالث. عم تتعبي؟ بس أول ما في. ديري بالك على حالك، بكرة رح باخذ لك موعد من المحامية. محامية؟ ايه، وحدة محامية رفيقتي بس شاطرة كتير. باري على، تخافي، نحن التنتين رجلينا بالفلقة سوا. طيب بس فهميني شو بدي أعمل؟ لازم تثبتي زواجك من صافي، لأنه هذا الزواج لازم يتثبت.
معقول انت رح توقفي معي؟ مضطرة كرمال اني احميكي واحمي ابنك، مع انه مالي مقتنعة ابدا انه صافي زوج مناسب لك. يلا خاطري مدام ناندا. بارعة، خليكي قوية ومشان شي، مشان تقدري تربي اخواتك. لك هدول عصابة وبدهم يبتزوكم. ايه بس ما في حل تاني، لازم نوافق على شروطهم. طيب فاوضوهم، بلكي بينزلوا المبلغ شوي. والله العظيم خفت فاوضهم وقوموا يتوتروا ويأذوه. اهدى شادي. استاذ اهله ما معهم المبلغ غير 500,000، يعني بينقصهم 4.5 ملايين. يا لطيف. المشكلة انه ما حدا بيدين هيك مبلغ بهي الايام. طيب يا استاذ، واذا تساعدنا كلنا سوا؟ قد ما تساعدته المبلغ المطلوب كبير. بعدين تعال اقول لك، بلكي لهطوا المصاري وطلعوا قاتلينه لا سمح الله. اخذنا من وقتك استاذ، يلا شباب يلا. طولوا بالكم شباب، طولوا بالكم، اهدوا شوي، خلص اهدوا شوي، يعني انا عم حط افتراض مو اكثر. بعدين انتو بتعرفوا معزة عامر بقلبي، عامر من الشباب اللي ساهموا لتقلع القناة وتتطور. انا ما بصفط فيه هيك بالسهل، بس يا حسرة، يعني انا مجمد كل اموالي بالعقارات وما معي سيولة وما بقدر ساهم باكتر من 100,000. صدقوني استاذ، نحن مو جايين نشحاد، عامر له كتير على هالمحطة وكلياتنا لازم نوقف معه. طيب اهدوا شوي، اهدوا شوي يا شباب، عم نتناقش، عم ناخذ ونعطي. طيب خلص، انا رح اعمل اتصالاتي مع كذا حدا، بلكي بيلاقوه من تحت الارض. ها وهي قدامكم. الو، سيادة العميد ياسر، انا حسام. حبيبي انت. ايه سيدنا، بقدر اجي لعندك واشرب فنجان قهوه معك؟ في موضوع كتير مهم بدي احكي معك. على راسي. لا لا لا، مسافه الطريق. فورا، مع زهران. أمير امسك. عليكم السلام يا مولانا. عليكم السلام. اي صحيح صحيح. وجانا من جديد سمكة مدللة. اي طال عمرك، مدللة. المهم ايش قد تدفعون حقها طال عمرك؟